لو الحكاية فيها إن فيتو حريك زوجة أستاذ سين؟ احكي لي كده إيه اللي حصل؟ حصل هو كان كلمنا ليلة هي بالليل وجينا نرن عليه ما ردش، وبعدين بعدها عرفنا عن موضوع الحادث، عرفنا عن هو كان سايق العجلة رايح يجيب عيش للمطعم من الحادث. معنين؟ كلمنا علي قولوا بعدين ايه اللي حصل؟ بعدين حصل اللي حصل دي. ما طلبك ايه؟ طلب ان هو يمشي على رجله تاني اللي هو توسط عياله. معاكي ولاد منين؟ معايا عمر وسلمى وياسمين. تصرفي منين؟ ما فيش. هو ما حطوش الا جلطته، يعني ما حطوش حاجه خالص، لا ارض ولا نظام حاجه. هو بيشتغل على دراعه وعياله وبيجي يبص على عياله، فما اصاب انا اخونا جبته معايا. وكل ما نروح المستشفى قعد يومين قلت له يلا خلاص. مستشفى ايه؟ كنا في جامعه دمياط الازهر. جامعه دمياط الازهر في